دلوقتي هنقابل في محافظة المنيا مريم جورج غبريال. هي سيدة بألف رجل، ووصفناها برنامج الجدعان بسيدة المنيا الأولى. كفاية أنها وفرت 1800 فرصة عمل لفتيات وسيدات معلات بالصعيد، وكمان بتخطط لتوفير 25,000 فرصة عمل أيضا للفتيات والسيدات المعلات بالصعيد. حكاية مريم جورج غبريال تستحق أن نرويها في برنامج الجدعان. خليكم معنا. السيدة اللي قدام حضراتكم دي اسمها مريم جورج غبريال، سعودية جدعة وبتعشق العمل العام ودعم حقوق المرأة وتحت فرص العمل الآمنة لكل بنت وسيدة معيلة في الصعيد، وخصوصا في المزارع ومحطات التصدير للحاصلات الزراعية ومناطق التصنيع الزراعي ومصانع الصناعات الغذائية. ويا ويله اللي يضايق بنت من بناتها. مريم جورج غبريال هي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التكافؤ الخيرية في المنيا، واللي صيتها مسمع من الصعيد لوادي النطرون والنبارية بعد نجاحها في توفير حوالي 1800 فرصة عمل لفتيات وسيدات معيلات في الصعيد، وبتخطط لتوفير 25,000 فرصة عمل. هي بتروح الشركات والمصانع والمحطات تتفاوض وتتفق وتحرر عقود تحفظ حقوق كل العاملات، وبعد تدريبهم وتأهيلهم يستلموا فورا الوظائف اللي بجد غيرت حياة أسر كتيرة جدا في الصعيد. وخلي بالكم، مريم جورج غبريال عاملة فعلا نموذج اقتصادي هايل، ومش بتشتغل بالتبرعات، والمزارع والمصانع والمحطات التصديرية بقت هي اللي بتتهافت على بناتها لأنهم هايلين فعلا. تعالوا نتعرف عليها. فهميني بالراحة، مريم جورج عملت ايه في 3 سنين دول؟ الفكرة بدأت مع إحدى الشركات، هي شركة الدقالية بالتحديد، لما خططنا إن احنا نعمل سبق مختلف شوية، إن احنا ناخد الفتيات والنساء خاصة المعرضات للخطر أو اللي عندهم انتهاكات أو اللي عندهم مشاكل اقتصادية، إنه يبقى في فرص عمل آمنة ليهم في الصحراء، في تعمير الصحراء، خاصة مع المستثمرين اللي حجمهم كبير وعندهم مساحات من فرص العمل اللي تقدر يستقبلوا بيها بنات في الصحراء. ومن هنا بدأت الفكرة، إنه ابتدينا تقريبا ب100 بنت، وبعدين سقف طموحنا وصل ل700 بنت في أول 3 سنين، على اعتبار أنه الفكرة كانت محتاجة حراك مجتمعي أكتر، ضغط، تغيير، إقناع، برضو الأمور اللوجستية كانت محتاجة أنه يبقى بنشتغل عليها طول 3 سنين. لما الفكرة نجحت وحسينا أنه الشركة الدقالية بقى عندها الكيان أوريدي اللي يدار ذاتين، فقلنا طيب إحنا محتاجين نتحرك على شركات تسمح بانتشار الفكرة والتوسعها. لقيت التشجيع في الصعيد هنا؟ جدا، يعني ما اعتقدش انه ابدا في فكره نبيله او فكره ناجحه حد هيحاربها. بالعكس، يعني حتى لو عندنا بدائل، يعني لا اخفي عليك سرا، اكيد في فكره المقاول الانفار اللي بيبقى عنده العمال بتوعه اللي اشتغلوا اديلهم سنين، ده مجال شغله. فلما الفكره الشركات يستوعبوا فكره انك تشغل ستات لسه هتدربهم وترفع كفاءتهم فنيا عشان يشتغلوا في عمليات دقيقه المحاصيل بتصدر، ده خير برضو. يعني انا بعتبر انه الشركات اللي استقبلت الفكره لا تقل أهمية عن المؤسسة، بالعكس أنا شايفة أن كل واحد فيهم لعب دور مهم. على فكرة قابلنا مريم جورج غبريال في مزرعة الهنا للتنمية الزراعية في المنيا، واللي أسسها المهندس علاء المرشدي، أطيب خلق الله، واللي توفاه الله في مزرعته وعمره 38 سنة بعد يوم شاق جدا من العمل، الله يرحمه. أنت دربت إزاي البنات دول؟ دي بنت خام قاعدة مع أسرتها في البيت في الصعيد، وممنوع تعمل الفتاة في الصعيد، تطلع وتطلع تشتغل في الصحراء. احنا كسرنا كل الحواجز دي بالظبط، والبنت بقى تطلع وأهلها يشعرون بالأمان عليها. تمام، صح كده؟ تمام. ده حصل إزاي وضربت البنت إزاي؟ غيرت فكرها إزاي؟ أنا طبعا يعني سيدة صعيدية في المقام الأول، وعارفة كويس أوي فكرة العادات والتقاليد وإيه اللي يهم الأسرة المصرية لما تخرج بنتها للشارع، إيه اللي عايز تشوفه. فنبتدي من أول وسيلة المواصلات، من أول ما أنا باخد بنتي، أنا باخد بنتي من عربية داخل القرية، يعني السواق اللي معاهم مش غريب، شخص بيعرفوه، فهم مطمنين إن بنتهم خارجة في وسيلة مواصلات أمن. بعد كده بيبقى كويس قوي إن إحنا نشتغل على القيادات المجتمعية اللي ليها تأثير في المجتمع، زي رجال الدين، زي القيادات المحلية، زي الأسر وأولياء الأمور. فكان مهم جدا إن إحنا نشتغل على رفع الوعي المجتمعي داخل القرى، نشجعهم. فالتدريب شقين، أنت بتاخد حد، بالمناسبة هم بيختلفوا في الدرجات العلمية، يعني من أول يدوب إحنا شرط أساسي إن إحنا لو هي مش تعرف تقرأ وتكتب بنلحقها بفصول محو أمية، علشان مهم انها تكون بتمضي على
كشف الأجور بتاعها، فتبقى عارفة اشتغلت كام يوم، الحافز بتاعها، الحاجات دي كلها. فده مهم نشتغل عليه في القرية. الحاجة التانية لو هي متعلمة، لو هي مثلا على درجة بكالوريوس، دي بنعينها في درجة أعلى شوية أو المؤهلة عالي أو متوسط، بنعينها القائد بتاع المجموعة أو قائد المجتمع اللي هو بيقود مسيرة التجميع وحل المشكلات، أو الصف الثاني للمؤسسة في القرى، لأنه لازم يبقى عندك فريق كويس بيشتغل في القرى يدير المنظومة. مين اللي بيدربهم على معاملات الزراعة ومعاملات التصدير؟ في نوعين من التدريبات البنات بيحصلوا عليهم، تدريبات في القرى اللي هي بتأهلهم للخروج للمجتمع، زي فكرة التعامل مع الآخر المختلف، زي فكرة مهارات الاتصال، ازاي انصت، ازاي اشتغل في عمل جماعي، الصحة والسلامة المهنية، دي حاجات الهايجين. دي المؤسسة اللي بتديها دي تدريبات بتخص المؤسسة. المعاملات الزراعية والتصدير. المعاملات الزراعية في المقام الأول والأخير تخص الشركة المستثمرة أو المستثمر برجالته ومهندسينه بإدارته. لأنه كل شركة بتختلف معاملتها الفنية غير التانية. ومهم جدا إنه الشركات بيكون بيدي البنات فترة تدريب، وصراحة مستحملوا معانا كتير جدا، لأنه البنت بتيجي بيدوها حوالي 3 أيام مش بيحاسبها على المعدلات، لأنه برضو عامل الوقت والتكلفة مهم في الأرض. مزرعة علاء المرشد الله يرحمه عمرها 8 سنين تقريبا، ومزروعة بالمانجا والموالح والنخيل البرحي والخوخ والنباتات الطبية والعطرية، بجد تفرح. ولسه عندهم مساحات ضخمة هيتوسعوا فيها، وخصوصا في العنب. تعالوا نقابل المهندس محمد زهران مدير التخطيط والمتابعة في المزرعة. احكي لنا حكاية المزرعة دي. اولا احنا في مزرعة الهناء للتنمية الزراعية، احدى مجموعة شركات المرشدي. تمام. الشركة دي من اكبر مجموعاتنا المعروفة. الشركة دي تم تأسيسها سنة 2010 على ايد الاستاذ علاء المرشدي الله يرحمه. شركة هدفها الاستصلاح الزراعي، ومساحتها 13500 فدان، وهي من اكبر الشركات الموجودة في المنيا. تمام. بنشتغل في مجال الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية. الفاكهة عندنا العنب موجودين فيه، الخوخ، النخيل البرحي في نهاية الموسم، كمان في نهاية الموسم في النخيل البرحي، المانجو، الموالح، وعندنا نباتات طبية عطرية اللي بتطلع أورجانيك للتصدير للسوق الأوروبي. المهندس محمد زهران مدير التخطيط والمتابعة من الإسماعيلية ومقيم في المنيا لإدارة مزرعة الهناء. هو وزمايله المحاسب المحترم محمد سري المدير الإداري، والمهندس أحمد إسماعيل أستاذ زراعة المانجا والنخيل، والمهندس المحترم أحمد عبد الكريم نجم العنب والخوخ. جدعان يا شباب. من هنا بنصدر لكل أوروبا نباتات طبيعية عطرية، صح؟ نباتات طبيعية عطرية أورجانيك. أشهر حاجة بتصدرها من هنا نباتات طبيعية عطرية؟ أشهر حاجة الكامومايل، توشيح البابون. العنب أخباره إيه؟ العنب بيطلع بوصفة تصديرية. إحنا اللي بنصدر ولا الشركات بتاخد مننا؟ الشركات بتاخد مننا، إحنا ما عندناش لسه المحطة الخاصة بنا. إحنا بنطلع منتجاتنا كلها قابلة للتصدير، منتجات آمنة، بس ما بنصدرش لنفسنا بصراحة. يعني همنا دلوقتي هو الزراعة والتوسع في المساحات اللي عندنا. نكمل زراعة بنفس الأفق، منتج قابل للتصدير. هسألك سؤال معرفش إجابته عندك ولا لأ. موقفنا إيه من تقنين الـ 13500 فدان؟ إحنا تابعين لهيئة أو شركة الريف المصري. الريف المصري الجديد، مشروع 1.5 مليون فدان. يعني أنتوا زارعين وهم أخدوا مساحة بالكامل، تدخلت ضمن مشروع 1.5 مليون فدان. تمام. تمام. المساحة بتاعتنا من ضمن مشروع الريف المصري، ومعنا الإجراءات بقى، الشق الإداري أو الشق القانوني في الشركة شغال في القصة دي. بس بدأنا فعلا والتقنين جاري. بدأنا فعلا أكتر من سنة ونص سنتين تقريبا. حكاية مريم جورج غبريال تفرح، وكلها تحدي وإصرار على تحقيق الذات. وبعد ما كانت بتلف على المزارع والمحطات والمصانع بالصعيد عشان تطلب توفير فرص عمل للفتيات والسيدات المعيلات، وده أبسط حقوقهم طالما اتدربوا وجاهزين لسوق العمل، بقى بناتها النهاردة بيطلبوا بالاسم لأن خبراتهم بقت عظيمة فعلاً.